في الدنيا. يعني انا عندي نجم ربنا يعني اعاده للحياة مرة اخرى ثم توفاه الله، طلع قال كلمتين ابتدت الناس تتهم ناس بان هو سبب لقتله، ناس على السوشيال ميديا، اعلاميين، زمايل، واتيفر، وكل حاجه. لكن انا بنقى بنفسي عن هذا الموضوع. فيقول لي يا خالد لازم نعرف الحقيقه. الحقيقه هتعرفها من خلال جهات التحقيق، من خلال لجنه تقصي الحقائق، من خلال الناس اللي قادره توصل للورق وتوصل للمعلومه وتتهم ناس بخطأ في إجراءات. لكن هنوصل لمرحلة إن سبب قتل أحمد رفعت هو سبب الورق ده أو القصة دي أو الحكاية دي، دي حاجة أنا كإعلامي أو أنا كمشاهد وما عنديش أي ورقة ولا أي معلومة وبسمع وبتفرج، ما ينفعش أتهم الناس. إن يقولك إن بعد الظن إثم، ربنا سبحانه وتعالى انا ما احطش نفسي في وضع زي ده الا اما يكون عندي كل الاوراق والمستندات اللي بتقول ان ده غلط وده غلط وده غلط. لكن برضو مع كميه الغلط ده ياما ناس غلطت في اوراق وغلطت في حكايات وروايات، لكن مش كانت سبب في قتل بني ادم او ازهاق روحه. يعني خصوصا ان احنا شفنا ان احمد الله يرحمه توفاه الله في الملعب وقلبه توقف في الملعب، ثم كان في صيام رمضان او كان في اول يوم رمضان او حاجه زي كده يعني. وبالتالي كان في ذاك الوقت الاتهام كان لفكره اللعب في رمضان في اول يوم رمضان، ثم الاتهام تحول لامور اخرى. فطول الوقت احنا عندنا اتهامات. ربنا يرحم احمد رفعت، كل الاتهامات دي مش هترجع الحياه لاحمد رفعت. حق أحمد رفعت هيرجع بالجهات المختصة، مش باتهام الناس على الهواء مباشرة دون أي دليل وكل واحد هيعمل فيها بطل. لا، البطل الحقيقي مات، نجمنا الجميل اللي احنا كنا بنتمناه، وعائلة أحمد رفعت مش مركزة مع كل اللي بيحصل ده، تركيزها مع أن ابنهم مات. ابنهم مات وتوفاه الله. يمكن أحمد عنده قصة صعبة شوية، إن والده توفى وهو عنده حاجة نهاية الثلاثينات، والده توفى وفي نهاية الثلاثينات فتحمل مسؤولية من هو صغير وكده، وكانت قصة وحكاية. لكن ربنا يرحم أحمد رفعت. ومش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير لأن أنا ما عنديش أي معلومة ولا 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 لي أي علاقة بفكرة إن أنا عندي ورق أو معلومة. أنا بسمع زيكم زي غيري، مش هخش في بوتقة اتهام البني أدمين دون ما يكون في يعني كلام موثق وحقيقي. معايا ومعاكم طبعا واحد من نجوم الكرة المصرية، واحد من نجوم الأندية الشعبية، واحد من نجوم بورسعيد، ومحلل قنوات اون تايم سبورت، الكابتن عمرو الدسوقي. يا كابتن عمرو مساء الفل عليك. كابتن خالد منور، ويمكن الواحد دايما بيستمتع بيك على مستمعينك، ودايما منور يعني حتى الشاشات لما بتطلع عليها منور دايما جدا. حبيبي عمرو، انا يمكن أن بدات كلامي بموضوع احمد رفعت لانه حديث الساعه، يعني رايك في هذا الموضوع؟ برافو عليك يا خالد بجد. عايز اقول ان احنا يعني نفتقد هنا في مصر عموما، عايز اقول يعني بنفتقد المهنية أو بنفتقد التفكير أو الانضباط بالشكل اللي المفروض نحط عليه سبوت على كل المشاكل اللي عندنا. عندنا مشكلة في رمي الباطل، الأمور كلها بتوه ما بيننا، الثقافة مش موجودة. دايما بتلاقيه اللي ماسك الحياد بيبقى متهم دايما، وده دي مشكلة كبيرة يا خالد. النهاردة اللي أنا شايفه على السوشيال ميديا، طبعا رحمة الله عليه أحمد رفعت، كلنا متأثرين بوفاته وكلنا عايزين حقه يرجع والأمور تنصلح في الأمور اللي هي اللي حصلت قبل موته وبعد ما طبعا موته اللي احنا شايفينها 3-4 أيام. الأمور يعني الواحد مش راضي عنها خالص. يعني أنا ببص على السوشيال ميديا وببص على الكلام مع المذيعين، والأمر بقاله 3 أيام خارج عن النطاق، أنا شايفه من وجهة نظري خارج عن النطاق.
أولا هو توفاه الله ربنا يرحمه، وهو إنسان عزيز جدا وأثر بشكل كبير جدا في قلوبنا، ولكن ثقافة التعامل مع الأمور اللي بتطرح سواء في السوشيال ميديا أو في البرامج الرياضية عليها علامات استفهام كبيرة خالد. ويمكن احنا ما وصلناش لفكرة الاحترافية في الأمر ده، احنا بعيد عن الاحترافية، يعني دايما بيقولك ايه، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. النهارده انت مش مدي فرصة لأي فرد من الأفراد، وكلنا قاعدين نرمي الباطل على بعض، فزي ما انت في موت أحمد رفعت، كلنا متأثرين، ولكن التعامل مع المشكلة احنا بره الثقافة دي خالص. يعني انت بتبص على الدول اللي بره والتعاملات اللي بره بتلاقيها مختلفة تماما. النهارده بنصبر، بندي نفس للناس، يعني وفي الزمالك وفي الأهلي أخيرا، ثم سافر لإحدى الدول برضو العربية، وهناك حصل له عمل تحاليل وحصل إن مؤمن زكريا جاله مرض مناعي، ويقال إن المرض المناعي ده قد يكون برضو بسبب حالة نفسية واتيفر يعني، تمام، في مرض تمام. في الأعصاب وضمور في العضلات في الأعصاب، وربنا يشفيه ويعافيه، كلنا ربنا يشفي المريض ويعافي أي واحد يتأثر نفسيا بأمور حواليه. كلنا عندنا مشاكل نفسية، وكلنا عندنا مشاكل في حياتنا، وكلنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الابتزاز ضد اي شيء او اسلوب من اساليب ان انت تبتز لعيب كوره بحيث ان انت توصله لفكره ان هو يعني يبقى فيه مشكله نفسيه، عشان برضو التوضيح للناس. ولكن الـ النقطه والبوينت اللي احنا هنحط عليه ولازم نستنى كتير جدا قبل ما تطلع تتكلم على اي حد، بالظبط انت قبل ما تطلع تتكلم على اي حد، اولا طبعا مشكور سياده الوزير اشرف صبحي لما طبعا شكل اللجان للتحقيق ولجنه تقصي الحقائق، وبدانا نشوف في ناس بتشتغل على ان هي تظهر للراي العام الشكل الطبيعي اللي احنا فعلا بعديه نبدا بقى نحط الاتهامات على اشخاص معينه. لكن قبل الشيء دوت انا ما اقدرش اتكلم، ما هي دي الثقافه اللي انا بتكلم معاك فيها. النهارده كويس جدا ان احنا عندنا لجنه تقصي حقائق من وزاره الشباب والرياضه هتبدا تفتح الفواتير وتبدا تفتح العقود ومواعيد العقود اللي كانت موجوده والموافقات الامنيه والتجنيد وكل الامور ديت هيبدا على الطاوله. النهارده هيبقى في تحقيق حقيقي. الناس دي هتطلع في الاخر هتقول لك 1 2 3 اثر. بعد الخروج الشيء دوت تبدا بقى تتكلم وتقول وتنتقد بناس بعينها، لكن النهارده قبل التحقيقات انا ما ينفعش اتكلم على حد. يا سيدي ممكن واحد يبقى مدان، انت اتهمت 3، ممكن 2 مدانين وواحد مش مدان خالص ولا له علاقه بالموضوع. إيه هو مش عنده اسره وعنده بيت برضه؟ اكيد. وعنده عيله وعنده اتكلم على خالد، والله انت عملت غلط 1 2 3، اقدر انتقدك، اقدر اطلع اقول لك مثلا كابتن ربيع سين كان مدربه في منتخب الشباب لما خدوا بطوله افريقيا في 20 في يعني من حوالي 8 سنين او حاجه، كان 2013 تقريبا 2013 تقريبا 2013، كان بيقول عليه موهبه فذه، يعني كان حاجة. هو أحمد من الشخصيات المحترمة جدا، وأنا تعاملت معاه تعامل شخصي في المصري كتير، قعدت في المصري، وكان يعني للمصادفة خالد اللعيب الوحيد اللي اتندى باسم مارادونا بورسعيد في بعد مارادونا بعد إبراهيم المصري. لا والله. اه طبعا مارادونا هو كان عامل ماتشات كويسة من مصري جدا، وعايز أقول لك إن النادي المصري جمهور النادي المصري كان بيعشقه، يعني من اللعيب اللي كان يعني كان محقق تارجت بشكل كبير جدا مع النادي المصري وفارق بشكل كبير جدا. احمد رفعت في السنين اللي قضاها مع النادي بنت المصري لزينة. ايوه طبعا، وكان بيجيب فاولات وبيعدي من ولما كان ما بيلعبش ماتشات كان النادي المصري بيتاثر والتيم بتاعه بيتاثر بشكل كبير. فعايز اقول لك ان هو لعيب اخلاقيا مميز جدا رحمه الله عليه، لعيب مهاريا على مستوى عالي جدا، عايز اقول لك ان هو لقب باحسن لعيب من لعيبة النادي المصري، ويمكن اللقب ده انت عارف اكيد، يعني مارادونا بورسعيد ده يمكن بقاله سنين كتير قوي بعد وابراهيم المصري هو بعديهم. فانا شايف يعني رحمة الله عليه كان لعيب متميز ما فيش حد بيختلف عليه، ولكن عايز اقول احنا كلنا متأثرين، ويمكن دي صدمة كبيرة جدا في الوسط الرياضي، عشان برضو الناس ما تفهمش كلامنا بالخطأ، ولكن احنا ما عندناش ثقافة.
اعتقد النهارده ثقافتنا صحيح صفر يا صحيح. خالد. احنا عندنا اعتقد النهارده العزاء بتاعه في في المش... جامع المشير. جامع المشير الله. النهارده العزاء بتاعه بعد موجودين. صلاه المغرب ان شاء الله باذن الله. احمد السيد رفعت احمد هو مواليد 20 يونيو 1993، توفاه الله يوم 6 يوليو، يعني كان عنده 31 سنه و16 يوم بالظبط، يعني عيد ميلاده كان من 16 يوم. بدا اللعب في ناشئين الاهلي لكنه ظهر وسطع نجمه مع منتخب الشباب في بطوله افريقيا 2013، حيث سجل ضربه جزاء في نهائي البطوله واللي انتهى بفوز مصر على غانا بضربات الجزاء الترجيحيه، وكانت فرحه كبيره لان 2013 دي كان ايام صعبه بتمر بيها مصر، يعني فاكر ده، وكان اول انتصار لمصر كروي. يعني مظبوط. لعب مع ام بي 2016 حتى عام 2016 بواقع 48 مباراه واحضر 12 هدف، بعد كده راح للزمالك لعب 19 مباراه فقط وجاب 4 اهداف، رجع تاني ام بي ولعب معاهم 13 مباراه احرز خلالها هدفين، وبعد كده راح اعاره النادي الاتحاد ولعب 23 مباراه سجل 7 اهداف، وبعد كده انتقل نهائيا للنادي المصري 2020. مظبوط. ده في وقت كورونا ولعب معاهم 30 مباراه وسجل 8 اهداف، ثم انتقل لنادي فيوتشر عام 2021 حتى وفاته وسجل في 40 مباراه 10 اهداف. خلال مده تواجده في فيوتشر اعير لنادي الوحده عام 2022 وسجل هدف خلال 6 مباريات فقط مع لعبها، ولعب مع منتخب مصر 7 مباريات وسجل هدفين، حصل مع الزمالك على بطوله كاس السوبر المصري امام النادي الاهلي، وكان سجل ايضا من خلال ضربات الجزاء الترجيحيه امام النادي الاهلي، وحصل مع فيوتشر على بطولة كأس الرابطة 2022 وعلى بطولة أفريقيا 2013. رحم الله القلب الطيب وحسبي الله ونعم الوكيل من أذاه نفسيا، وده مش هنعرفه إلا من خلال جهات التحقيقات. التحقيقات. نطلع الفاصل ونرجع نواصل ونتكلم.